أنا عم بشرح فورمات برنامج الصحافة، أول ما يوصل هون بيروح طالع إيش؟ البوستر تبع الصحافة، بيروحوا طالعة 8 صحف، أول ما أعمل هذا الشو ببدأ أحكي لكم في الصحافة الأجنبية في الديلي ميل بتطلع بوباب، هذا كله الفيديو هو اللي بيعمل بيهايند، حرجع زي هيك على نقطة رقم 1، طلع معي سكايب زي ما احنا شايفين، ألا تعتقد أن هذا رقم يعني عالي شوي على لاعب زي هيك؟ لا لا هو بيسوى، يعني هو بيسوى هيك شيء. مع الصحفي الجميل اللذيذ مالك نور، مالك نور حيجي من هناك، هون على نقطة هاي هي النقطة الوحيدة اللي احنا بدنا نقعد نفكر فيها انه كيف نطلع الصحافة العربية. بعدين انت لما بنحكي احنا عن القدس العربي بتروح مبين لي اياها لحالها، مثلا بتحط هناك القدس العربي، هون بتحط المنشط. كما اشكرك ضيفي هنا بالاستوديو مالك نور، اتمنى ان تشرفني كل صباح لكي ناكل التفاح مع بعض. اما انتم اعزائي في كل مكان، كانت هذه جولة الصحافة لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.